السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال، وصباح الخير للناس اللي عندهم الدنيا صبح، ومساء الخير للناس اللي الدنيا عندهم ليل. النهاردة تاني بنكمل مشوار الإجابة عن الأسئلة اللي بتيجي على الموقع بتاعي، ونعيد معلش ونقول إن الموقع بتاعي للناس اللي ما تعرفش إن الموقع بتاعي اسمه arafili.com www.arafili.com. الاسم موجود عندكم على الشاشة، وبرضو في موقع باللغة الإنجليزية للي ما بيكتبوش عربي اسمه www.hilalmedical.com. نبتدي بالأسئلة اللي جات النهاردة على موقع عرفيلي. في كم سؤال كده نشوفهم. السؤال الأولاني، قبل ما ابتدي أحب أنوه إن أنت ممكن تحط السؤال تحت الموضوع المناسب، يعني زي ده كده ما حطت سؤاله تحت موضوع الأجسام المضادة لفيروس الإيدز، هل يوجد أدوية تمنع ظهورها في التحليل رغم الإصابة؟ أرى الموضوع وحط سؤال. ده سليم الواقي الذكري، برضو كيفية استخدامه بطريقة سليمة ومدى فاعليته في الوقاية من العدوى. وسامي حط سؤاله تحت مرض التقليل، مرض التقليل الجنسية فيروس الورم الحليمي وهكذا. صابر، أنواع التحاليل الإيدز، حط سؤاله تحت أنواع تحاليل الإيدز الثلاثة المتاحة حاليا وما أهم الفروق بينهم. الخلاصة أنك أنت ممكن تختار الموضوع المناسب وتحط سؤالك تحتي. ده طريقة. الطريقة الثانية أن أنت لو عايز تتواصل بصورة شخصية وعلى الخاص، يعني هتذكر بيانات خاصة حساسة وهتكتب اسمك، هتبعت تحاليل عليها اسمك، ممكن تتواصل على التشات اللي انتوا شايفينه قدامكم اهوت، الايقونه الزرقاء اللي انا بشاور عليها بالماوس، تضغط عليها تفتح لك ديالوج بوكس تقدر تحط فيه سؤالك، بنجاوب عليه ان شاء الله مباشره خلال فتره 24 ساعه او اقل. ماشي، يبقى كده ايه، عرفتوا طريقتين التواصل. نبتدي بالسؤال الاولاني في موقع عرفيل، ده من واحد اسمه ابراهيم. ابراهيم ده بيقول ايه، بيقول دكتور عملت تحاليل ايدز لمدة ست شهور، يعني بعد ست شهور تقريبا معنى الكلام كل انواع التحاليل وسترن بلوت واجسام مضادة وكومبو بي سي ار، وكان اقل من 16 بي سي ار، والمعمل قال سلبي. يبقى المشكلة يا سي ابراهيم، ونسيت الموضوع، بس وزني في نقصان وفي قرح في الفم، هل ده له علاقة؟ السؤال الثاني ده السؤال الاولاني، هل ده له علاقة يعني بالاصابة؟ هو اساسا ما كانش مصاب، فيبقى ليه علاقة ازاي؟ المهم السؤال الثاني، انا خاطب وداخل على زواج، اتجوز وانا مطمن؟ هو نفس السؤال، داخل على جواز، داخل على فرح، رايح تشتغل، هو نفس السؤال الاولاني، انت مصاب ولا لا؟ طبعا مش مصاب، ما احنا قلنا انت عندك حاليا اعراض قرح في الفم، اكتب كده في جوجل اسباب قرح الفم، ما شاء الله تجيلك اسباب ما يعني يجي 50 سنة، شوف بقى انت انا سبب فيه. دي حاجة، واتكلمنا كتير عن قرح الفم، وعندي هنا مقالات عن قرح الفم واسبابها وكده، التهابات الفم. فانت سليم، فابراهيم انت سليم بالنسبة لفيروس الايدز، لان انت عملت تحاليل وكلها طلعت سلبي في اوقات يعني بعد الاصابة فترات ما شاء الله طويلة، فما فيش اي مشكلة وتقدر تتجوز على الخير وربنا يبارك لك في زواج. السؤال الثاني من سليم، لا سليم ده بيقول شكرا، يبدو ان رديت عليه في حاجة قبل كده. سامي وبعدين صابر. طبعا سامي بيقول ايه، دكتور السلام عليكم. عليكم السلام. لدي استفسار، هل فيروس ده مختلف بقى، هل فيروس ال HPV اللي هو Human Papilloma Virus اللي هو فيروس الورم الحليمي البشري، بيقول هل فيروس ال HPV المسبب للتقليل يبقى في الجسم طول العمر، يعني مدى الحياة، ولا بيختفي؟ الإجابة عليه ان يا سامي، فيروس الورم الحليمي اغلب الانواع بتختفي من الجسم في خلال فترة يعني ما بين سنة الى سنتين، ممكن تظهر عند الواحد اعراض وممكن ما تظهرش عنده اعراض، وممكن حتى من غير ياخد علاج ممكن تختفي تماما بفضل الاجسام المضادة اللي بيعملها الجسم ضد فيروس الورم، ضد فيروس السقليل، كثير منها بيختفي وليس كلها، اغلبها بيختفي في خلال هذه الفترة، ولذلك انت ممكن تصاب به ويختفي تماما دون ان تعلم انك انت اصبت به. فهو
الوضع ان معظم فيروسات الـ HPV اللي هي التقليل بتختفي من الجسم في خلال فترة سنة إلى سنتين تلقائيا حتى بدون أخذ علاج. الوضع بالنسبة يعني الراجل ما فيش عنده مشكلة وفي ذي الحالة مش محتاج يعمل أي حاجة. الست وضعها مختلف لأن بعض الأنواع ما بتختفيش، وإيه المطلوب بقى بالنسبة لها؟ إن هي تروح تعمل التحليل الدوري كل سنة على الأقل أو كل 6 شهور لما يكون سنها هناك فوق 30 سنة. وهدف التحليل هو اسمه على فكرة باب سمير، عينة بتأخذ من عنق الرحم وتحلل باثولوجيا، هدفها انها تكتشف العدوى وتمنع تطورها الى سرطان عنق الرحم اللي بيحصل عند السيدات. فهو مهم بالنسبة للسيدات ان هي تعمل فحص دوري ما بين وقت الاخر. صابر، عملت تحليل HIV بعد 7 أسابيع. 7 أسابيع، 7 في 7 حوالي 49 يوم. ماشي. بعد 7 أسابيع من احتمال وكانت النتيجة سلبية، واسم مش عارف ايه اهو مكتوب قصاد كروش نان، النتيجة نان رياكتيف يعني سلبي. ماشي. طالع كسر من يعني 75% اقل من 1. ماشي، طلع سلبي. هل هذه النتيجة قطعية ولا اعمل تحليل تاني؟ اول حاجة ما اقدرش اعرف قطعي ولا، هو ممكن يكون قطعي بعد 50 يوم لو التحليل ده هو انتيجين زاد انتيبودي اللي بنسميه ايه كومبو. لو هو كومبو يبقى قطعي، لكن لو اجسام مضادة فقط HIV انتي بودي تيست يبقى اذا مش قاطع، يحتاج انه يتعاد بعد 90 يوم. فمحتاجين نعرف اسم التحليل بالظبط. هنا مش مبين اسم التحليل، مبين الشركة اللي عاملاه روش ومبين انه نان رياكتيف، لكن هل هو اجسام مضادة ولا كومبو الله اعلم، يسأل فيها المختبر. محسن، محسن بقى هو صابر، وده من الحاجات اللي بتزعلني. نفس السؤال بنفسه، يعني حتى ما كلفش خاطره انه يغير صيغة السؤال. حطت السؤال تحت انواع تحاليل الايدز الثلاثة، وحطه تحت تحاليل الايدز من الجيل الاول الى الرابع، يعني حطه تحت 2 ارتكل. هو متصور انه يمكن الله اعلم، يمكن بحسن نية، او متصور انه لما يغير الاسم ممكن نجاوب مرة تانية وتكون النتيجة مختلفة ولا حاجة. معلش، ربنا يهديه. ممكن طبعا يكون عامل ده بحسن نية ما يقصدش. احيانا بيحط السؤال وما يعرفش، ما يبانش قصاده او ما عندوش يعني في ناس على قد حالها يحط السؤال وبعدين ما يشوفش اذا كان السؤال بتاعه اتحط ولا لا، ما يبقاش عارف، افتكر انه ما اتحطش فيعيده مرة تانية. على كل حال جاوبناك يا استاذ صابر او يا استاذ محسن. بس اللي يؤخذ عليه ايه بقى؟ مش ان هو حط السؤال مرتين تحت مقالتين، اللي يؤخذ عليه ان هو استخدم اسمين مختلفين، مرة صابر ومرة محسن. يعني مش عارف دي ايه بقى، هل دي برضو بحسن نية ولا هيافة ولا تفاهة، معرفش. اللي زي كده على فكرة معظم الاحوال ما بنردش عليه، والموقع نفسه بيعمل له بلوك، بس انه بدي الموقع ما اهتمش بيه. وبكده اكون خلصت الاسئلة اللي جات على الموقع، 3-4 أسئلة اللي جم اخر هذا خلال الساعات الماضية. وان شاء الله اشوفكم وانتم بكل خير في فيديو قادم ان شاء الله في الاجابة على الاسئلة اللي بتحطوها على الموقع بتاعي arafili.com. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.